من بائع للصبار في شوارع الشام إلى نجم من العيار الثقيل يعشق كريستيانو رونالدو ويشجع برشلونة، يجمع بين الجرأة والخجل، الجدية والمرح، وشغوف في تحدي نفسه، ما يجعله يختار الشخصيات المعقدة والصعبة، مثقف من الطراز الرفيع، وهذا الأمر يؤدي به إلى الابتكار والمهارة في أدواره. رقم صعب في الدراما العربية وجوكر اسمه باسل خياط. اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة وأسرار باسل خياط. ولد الفنان السوري باسل خياط في منطقة شارع بغداد في العاصمة السورية دمشق، كان ذلك عام 1977، ونشأ في كنف أسرة فنية مع شقيقه الوحيد في ظروف مادية جيدة إلى حد ما. لم يكن ابن برج العذراء بعيدا في طفولته عن التمثيل، فموهبته اللافتة رافقته منذ نشأته. كانت بداية دخوله عالم التمثيل عندما كان في 8 من عمره في مشاركته على مسارح الأطفال في دمشق، وبالتزامن مع دراسته عمل جوكر الدراما العربية كما يصفه الكثيرون في العديد من الأعمال الحرة في صغره، من بينها بيع الصبار على قارعة الطريق، والذهاب إلى المنازل، وبيع الحقائب على الأبواب، إضافة إلى عمله في محلات تجارية مختلفة لمساندة عائلته ماديا. وبعد أن أكمل دراسته الثانوية توجه للتقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يقبل من المرة الأولى التي تقدم فيها، ثم قدم مجددا في السنة التالية ليتمكن من حجز مقعده في المعهد العالي ضمن دفعة ضمت أسماء كبيرة من الوسط الفني، ومن أبرزها الفنانة سلافة معمار ونادين تحسين بيك والفنان قصي خولي، والذي هو من الأصدقاء المميزين لباسل خياط. وبعد تخرجه من المعهد العالي كانت بدايته الفنية من المسلسل الفانتازي كان يا مكان، الذي كان موجها للأطفال عام 1999. بعد خوضه أولى تجاربه الفنية انطلق باسل خياط في أعماله، والتي لم تكن مقتصرة على المسلسلات، بل شارك في العديد من المسرحيات والأفلام، فمن أبرز مسرحياته عشاء الوداع، حفل تكريم وتأبين، نزوة عاشق، كذلك شارك في العديد من الأفلام منها باب الشمس، العشاق، الشياطين. أما في ميدان الأعمال الدرامية فكانت البدايات مع مسلسل أسرار المدينة عام 2000، الذي كان بمثابة انطلاقة فعلية لباسل خياط، تلاه العديد من الأعمال المنوعة ما بين التاريخية مثل شخصية سيف الدين قطز في مسلسل الظاهر بيبرس، والأعمال الكوميدية مثل المسلسل الشهير مرايا، والأعمال الاجتماعية والتراجيدية التي كان أشهرها أهل الغرام، عصر الجنون، سنعود بعد قليل، وراء الشمس، والغفران. اجتهاد باسل خياط وذكاؤه في اختيار الشخصية جعله يفرض اسمه بقوة ليس فقط في الدراما السورية، بل أيضا في ساحة الأعمال العربية المشتركة، حيث شارك في الكثير من الأعمال البطولية في مسلسلات مشتركة تمكن من أن يكون رقما صعبا فيها، مثل مسلسل الإخوة بدور أمير، ومسلسل عشق النساء بدور عادل، وآخر أعماله مثل مسلسل أوركيديا، تانجو، والكاتب. هذا وقد أحرز باسل خياط خلال مسيرته الفنية حتى الآن العديد من الجوائز، من أبرزها جائزة الميركس دور كأفضل ممثل عربي لعام 2015 عن دوره في مسلسل عشق النساء. صاحب الشخصية الجدية والخجولة
ومشجع منتخب البرتغال ونادي برشلونة، وقع في شباك الحب في سن مبكر، حيث كان على موعد مع أول علاقة حب في 20 من عمره. هذه العلاقة استمرت لست سنوات قبل أن تنتهي، وقد وضعت باس الخياط وسط أسئلة لم يستطع الإجابة عنها، وربما أصيب بالضياع النفسي حيث زار طبيبا متخصصا بعدها، وكان سبب الزيارة بحسب ما صرح به في برنامج أكلناها معرفة ماذا يحصل له بعد الكثير من المشاكل والصدمات، نافيا بذلك القول على أن نهاية العلاقة وتأثيرها عليه هو السبب. بعد فترة زمنية عاد باس الخياط لخوض تجربة عاطفية جديدة، وأعلن خطوبته من الفنانة التونسية هند صبري، حيث التقيا في مصر أثناء تصوير فيلم باب الشمس عام 2005. استمرت الخطوبة بينهما لمدة سنتين ونصف، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، حيث أن غيرة الجوكر كانت من الأسباب لنهاية العلاقة، كما قالت هند صبري في إحدى تصريحاتها حول ذلك. بعد تجاربه العاطفية التي لم يكتب لها الاستمرار، وقع باس الخياط في غرام إحدى معجباته من خارج الوسط الفني، وهي ناهد زيدان، التي تمكنت بعفويتها وخفة دمها من أن تكسب ولاء قلبه لها، وقد أعلن زواجه منها وأنجب طفليهما شمس ومؤخرا إيزابيل. وفي إجابة له عن السبب الذي دفعه للوقوع في غرام زوجته الحالية من أول نظرة، كانت إجابته هي تلك الشامة التي على خد زوجته. أما صحيا فقد عانى الفنان باس الخياط من مرض نادر ويدعى بحمى البحر الأبيض المتوسط. هذا المرض ليس له علاج، إنما أدوية محددة تساعد على تخفيف الألم، خاصة أن نوبات هذا المرض أحيانا تصادف الخياط في أوقات العمل والتصوير، ما يؤثر على عمله. ابتعد نجمنا بعد اندلاع الحرب في سوريا عن التمثيل، فالأزمة أصابت الممثل الحساس نوعا ما بالصدمة النفسية، جعلته يبتعد عن الأضواء والكاميرات لمدة قاربت السنة والنصف، حيث وصف باس الخياط نفسه في هذه الفترة أنه كان أشبه بالمغيب، إذ كان يتردد على العمل في مهن غريبة على فنان ذا عصيته، مثل عمله في محل ميكانيك سيارات وتعلمه الحلاقة الرجالية عن طريق قنوات على يوتيوب، وذلك ما بين أعوام 2012 و2014. وكانت عودته للتمثيل من جديد ناتجة عن ضرورة قد تكون مادية بشكل أساسي، وكانت أيضا بمساعدة صديقه المخرج السوري الليث حجو. يتميز باس الخياط بقلة تصريحاته للإعلام بشكل عام، ما يجعله غالبا عرضة للكثير من الشائعات، مثل تصريح نسب إليه أنه مستاء من العمل مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وهذا التصريح كان عار عن الصحة بعد أن نفى التصريح في برنامج فحص شامل مع الإعلامية راغدة شلهوب. تميز باس الخياط أيضا برغبته في الابتعاد عن السياسة، حيث إنه من الفنانين السوريين القلائل الذين لم يخرجوا بتصريح يحمل وجهة نظر سياسية أو موقف سياسي فيما يحصل في بلده السورية، ما جعله عرضة للكثير من الشائعات، حيث نسب إليه تصريح سياسي مؤذن له حسب وصفه، لكنه سرعان ما قام بنفيه. كذلك تعرض للفصل من نقابة الفنانين في سوريا، وكان السبب في ذلك بحسب ما أوردته نقابة الفنانين هو عدم التزامه بدفع الرسومات أو الاشتراكات، إلا أن باس الخياط وفي برنامج أكلناها مع باسم ياخور اعتبر أن هذا السبب غطاء لسبب مستتر آخر لم يعلن عنه.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.